أهلا بكم في موجز الثانية من دريمة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة العضو مايكل ماكولا، ومن المتوقع أن يبحث اللقاء جهود مكافحة الإرهاب وشراكة الأمريكية المصرية والمصالح المشتركة بين البلدين. ألقى منذ قليل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كلمة بالجلسة الافتتاحية للبرلمان الإفريقي، أكد فيها على تعزيز العلاقات بين الدول الإفريقية وضرورة الترابط بينها من أجل مواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصبح تهديداً يواجه القارة ويؤثر على تنميتها، فيما تشهد الأيام التالية إلقاء عدد من المحاضرات للمشاركين في المؤتمر، وتشارك مصر في جلسات البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا لإعلان عودتها مرة أخرى إلى البرلمان رسمياً بعد غياب دام لثلاث سنوات، وتستمر أعمال البرلمان حتى يوم 13 من مايو الجاري. تحتفل اليوم وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه عقب صلاة المغرب. وبحسب بيان عن الوزارة، يحضر اللقاء كل من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ومحمود الشريف نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب، والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وعدد كبير من علماء وقيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع عاجل غدا الأربعاء لمناقشة الرد على اقتحام الشرطة لمقر النقابة وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا. وأكد بيان للمجلس مساء أمس أنه في حالة انعقاد دائم، وأن عددا من أعضاء الجمعية العمومية دخلوا في اعتصام مفتوح بمقر النقابة. كما دعا المجلس رؤساء تحرير جميع الصحف والنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين والصحفيين أعضاء مجلس النواب لاجتماع مشترك مع مجلس النقابة غدا، بجانب دعوة رؤساء ومجالس جميع النقابات المهنية لتدارس الواقعة باعتبارها واقعة غير مسبوقة. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه يبدأ اعتبارا من اليوم بفروع بنك التعمير والإسكان تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بحجز 21,398 قطعة أرض تم طرحها بنظام القرعة، وذلك حتى يوم 2 من يونيو القادم، وابتداء من الساعة 3 وحتى الساعة 5 مساء بفروع بنك التعمير والإسكان. عربيا ودوليا، أغارت اليوم طائرات حربية روسية على محافظة الرقة شمالي سوريا في وقت تجدد قصف الجيش السوري على أجزاء من مدينة حلب. وشنت الطائرات الروسية أكثر من 20 غارة على مناطق متفرقة من الرقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش المتشددة. وفي مدينة حلب تجدد قصف طائرات الجيش السوري على أحياء عدة من المدينة بعد يومين من غارات جوية استهدفت أحياء عدة شرقية حلب. يبحث اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فرص إنقاذ الهدنة السورية التي باءت بالفشل في الفترة الأخيرة. وكانت الغارات الجوية على شمالي مدينة حلب جعلت اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في فبراير على شفير من الانهيار. قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في موقف قوي، وذلك رغم الاضطرابات السياسية في العراق. وأرجع كارتر ذلك إلى أسباب عدة من بينها نجاحاته الميدانية والتزامه بأن تكون الدولة متعددة الطوائف. وأشاد كارتر في لقاء صحفي بموقف العبادي القوي ودعم أمريكا له بقوة بسبب ما يؤمن به. هذا وقد شهدت العراق منذ أسابيع عدة موجات من الاحتجاجات تطالب العبادي بإجراء إصلاحات في البلاد، واقتحم متظاهرون قبل يومين المنطقة الخضراء ودخلوا إلى قاعات البرلمان. قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن حلف شمال الأطلسي يدرس تناوب 4 كتائب من القوات على الدول الأعضاء الشرقية، وذلك في أحدث اقتراح للحلفاء للتصدي للسلوك العدائي لروسيا. وكانت دول البلطيق وهي إستونيا ولاتفيا ولتوانيا التي انضمت إلى الحلف في 2004 طالبت بوجود أكبر للحلف خشية تهديد روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014. وأقر كارتر بأن مناقشات الحلف شملت نشر الكتائب 4 في دول البلطيق وبولندا، ومن المفترض أن يصل عدد أفراد الكتائب إلى 4000 جندي
مقسمة بين الولايات المتحدة وحلفائها. رياضيا، يلتقي الاتحاد السكندري مع غزل المحلة في 6:45 مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع 26 بالدوري في مباراة يتطلع خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية ترفع أسهمهما في المسابقة. يحتل الاتحاد المركز 12 برصيد 31 نقطة، فيما يسعى غزل المحلة لتحقيق أول فوز له بالدوري هذا الموسم، كما يواجه في نفس الجولة الزمالك نظيره طلائع الجيش على استاد بتروسبورتا. يدخل الزمالك المباراة بجهاز معدل بعد التغييرات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة، ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 45 نقطة، في المقابل يحتل الطلائع المركز 14 برصيد 29 نقطة. يستضيف اليوم في 9:45 مساء بايرن ميونخ الألماني نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بإياب دور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب فاسنتي كالديرون انتهت بفوز الفريق الإسباني بهدف دون رد سجله ساول نيجواير، ويدخل الفريق الألماني اللقاء سعيا في ألا يسكن شباكه هدفا يضيع آماله ويصعب المهمة عليها، ويحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل للمباراة النهائية المقرر إقامتها بملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية. توج ليستر سيتي الإنجليزي وحسم لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفضل هدية من تشيلسي بطل الموسم الماضي الذي عاد من بعيد وتعادل مع جاره اللدود توتنهام، وذلك بهدفين لكل منهما في المرحلتين في المرحلة 36 من الدوري. وكان توتنهام بحاجة إلى الفوز في معقل تشيلسي لأنه دخل اللقاء وهو متخلف بفارق 8 نقاط عن ليستر الذي تعادل الأحد مع مانشستر يونايتد، ويعتبر هذا هو التتويج الأول لفريق ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي في تاريخه، والذي كان يعتبر حلم بالنسبة للاعبين ومشجعي الفريق. وإلى الدوري الإيطالي، حيث قاد فرانشيسكو توتي فريقه روما إلى الفوز على مضيفه جنوا ب3 أهداف مقابل هدفين. أحرز المصري محمد صلاح الهدف الأول لروما بعد 6 دقائق من بداية المباراة، وسجل توتي الهدف الثاني في 59، فيما سجل ستيفان شعراوي الهدف الثالث ليمنح روما الفوز والمنافسة على وصافة الدوري. وبهذه النتيجة يرفع روما رصيده إلى 74 نقطة بفارق 2 نقطة عن نابولي الثاني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.